سمر، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء انه بال 2020 قديش ممكن نكون حاطين اهداف، قديش حققنا هي الاهداف. عم نبلش مع سنه جديده مختلفه وظروف صحيه يمكن منعتنا نقوم باشياء كنا حاطينها ضمن روزنامة حياتنا هي السنه. اليوم موضوعنا مهم، كيف فينا نبلش سنه جديده مع اهداف نحددها لنعرف كيف فينا نحققها، كيف فينا نصنع النجاح ضمن ظروف وتحديات اللي عم نمر فيها حاليا. أكيد يعني كثير من الأشخاص وكلياتنا وضعنا العديد من الأهداف بدون ما عم نفكر إذا بنقدر نحن نحقق هاي الأهداف أو لا. خلينا نحكي كيف ممكن نحن نحدد أهدافنا، والأهم كيف ممكن نحن ننفذها بنجاح، وما هو التخطيط الناجح للعام الجديد. هاي المعلومات أكيد رح نعرفها مع ضيفتنا مدربة التنمية البشرية فاتن النظام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يمكن دايما معك نحكي عن الطاقة الإيجابية والتفاؤل وقديش فينا نتحدى الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. عم نودع عام نستقبل عام جديد، كتير منا يمكن حط أهداف بس ما قدر يحققها ضمن ظروف عم تمر على البلد وعلى العالم، الظروف الصحية. بس بلدنا عم يمر يمكن بظروف خاصة، 10 سنين من الحرب يمكن منهم أبدا الحينين مروا على كل حدا فينا. أكيد. كيف فينا نحقق أهدافنا ضمن مثلا روزنامة صغيرة، نحط إنه عندنا هدف 1 2 3 ولو كان في ظروف قاسية نقدر نعطي حالنا طاقة، نشحن حالنا بطاقة من جديد؟ أول شيء نحن نبلش على سنة جديدة معناتها حننتقل على بيت جديد. يعني احنا دائما في عنا انت بس تفوتي على عتبة جديدة دائما بتقولي تفائلوا بالخير تجدوه. فأول شيء هي انه انا كيف بدي فوت على هي السنة، ورغم انه هي السنة الماضية كانت فيها دروس كتير، كانت يمكن قاسية شوي لكل العالم ولعالم معينة، فبنقول خلينا نقول نبلش شو علمتنا 2020. علمتنا كتير شغلات، هذا كتير مهم انه انا بدي افتح صفحة جديدة بدي اتعلم من الصفحة القديمة وبسكرها وانطلق للجديد. يعني ما خليها مفتوحة انه بالنسبة للدروس، بالنسبة للمواقف، بالنسبة يمكن للتصرفات، يمكن للاجواء اللي صارت، فهذا كله بدنا نحطه بالحسبان. بعد انا بدي بلش السنة الجديدة كتير مهم، بعد نقول نحن نكتب أهداف ونرسم أحلام وهالقصص، كتير مهم أنه هي بتشبهنا تكون أهداف ما تكون بعيدة عنا. يعني إحنا دايماً ما تنقول فايتين على السنة 2021 وعن أهداف كتير وكذا، فما يكون بكل هي الطاقة والحماسة اللي بنقول عليه الزايد، تمام، اللي هي أول أسبوع تاني أسبوع بتكون عاملين مخطط، فبنبلش القصص العقبات فبنبلش تراجع. كرمال هيك نحن منبلش نقول خلينا بالأهداف يلي نقول كل شهر خلينا نحط هدف. هدف يلي هو مثلا ما بدي أقول إنه أنا مثلا حطيت هالورقة حقرأ 50 كتاب وبدي أنزل 20 كيلو وبدي أعمل كذا. أهداف بتكون معقولة. أهداف معقولة، وحتى خليني هدف هدف. يعني بمعنى أنا ما بدي أنا أدخل على حياتي الجديدة يلي أنا هلأ قلت تفائلوا بالخير تجدوه، فوت بكل الأهداف مرة واحدة، لأنك أنت حتحصلي على نوع من الكآبة إذا أنت ما نفذتي شيء إنجاز. يعني مثل ما حكينا أنه بدنا نحط يمكن يوميات أو إنجازات، إذا أنت قلتي يوميا بدي أمشي ربع ساعة ويوميا بدي أعمل هيك ويوميا بدي أعمل هيك، تمام، فأنت بتوصل لمرحلة إذا فقدتي واحد فأنت حتحسي أنه اكتئبتي وكآبة وانه ما انجزت، فببلش عندي هاي الجمله السنه مبينه من اولها دغري واحد حتكون سنه 2021 ابشع من 2020. كثير تماما هي هذا الشيء كثير عم نسمع كثير بشع. يعني هذا الحكي على الاشخاص الكئيبين، الاشخاص اللي ما في عندهم والسلبيين وما في عندهم نظره امل ولا عندهم تفاؤل ولا في عندهم طاقه ايجابيه، كيف ممكن يبلشوا بال 2021 بطاقه حلوه؟ كيف ممكن يفكروا انه يحطوا اهداف لحياتهم ويسعوا لتحقيقها برايك؟ نحن دائما بكل شيء بهالحياه انه الضوء عم يطلع، كونك انت عم تخلقي وعم بتفيقي يوميا الصبح وعم تطلع على الشمس معناتها في نهار جديد، في ايام جديده وفي انجازات جديده. الشخص السلبي اللي هو تفكيره سلبي هذا مختلف عن اي شخص ثاني، يعني هذا دائما باي قصه هي وبصير حتى انجازاته هو لو انجاز بقول اخر شيء انجازي مثل غيري. يعني حتى بقلل يمكن الانجاز قيمه الانجاز او حتى يمكن الفرح او التفاؤل الشيء اللي وصل له، بقلل قيمه الانجاز اللي حواليه. يعني 100% لان احنا في عن لان احنا هو مشكلته هو الحكي بالطريقه السلبيه يلي انت ليش مبسوطه، عشان عم تبتسمي، كثير في شيء حلو بضحك، فانت بتتصفن انه شو الاسباب اللي بتخليك تبتسمي، فانت ما بتتراجعي لانه
هو نحن بس بدنا كلمة لنرجع لورا. فهي الفكرة دائما بعد بدك تبلش بالسنة الجديدة الصاحب ساحب كتير مهم، الإيجابيين أنت دائما قربي من حواليهم لأنه هي الفكرة نحن كلمة بترفع وكلمة بتنزلك. أنت بدك تنجزي، يعني أنت مثلا نحن كلياتنا مرهقين ما بنقدر نكذب على بعضنا، تعبانين يمكن نفسيا اقتصاديا صحيا الوضع العام الصحي، ولكن نحن عنا ظروف خاصة مثل ما بلشنا بمقدمة البرنامج. بس هي الفكرة أنه أنت طب أنت بدك تستمري، والحياة هي فرصتك هي ومستمرة سواء أنت عشتية مثل ما بدك أو هي اجت ضغوطات. فهون نحن بدنا ننصح بشيء اسمه المرونة، أنت تتقبلي المتغيرات، تتقبلي هي، لأن أنت فينا مثلا نعطي خطوات صحية سليمة لكل الناس يعني يتابعونا. في كثير من الناس بتقول لك هيدا الحكي نظري، تمام اكيد في حد هلا قاعد عم يقول لك هذا الحكي نظري، انت ما عم تعيشي ظروفي، في ظروف اقتصادية صعبة، انا ما عم بقدر امن اكل لاولادي، كل هاي الجمل انت بتسمعيها بشكل مستمر من المحيط من اللي حواليك، انا في كيف فيني يعني هي ما انا عصا سحرية انا فيني اشتغل عليها، بس فيني اعطي للناس بعض الخطوات يمكن لاقدر شوي شوي فعلا بلش سنتي بنوع من الطاقه الايجابيه، لو حتى احيانا في تمارين تنفس في طيب. بعض الجمل ممكن رددها لحالي توكيدات طبعا. نحن في عندنا في شغله كثير مهمه، يعني نحن دائما قلتي التنفس، ما دام ما انت عم تطلع هالنفس وينزل فانت بألف صحه اي واحد. هي مثلا انا مثلا في كثير اشخاص ان باي قصه انت شو ما بتعملي لهم لو وضع الاقتصادي، بس هي دائما في شيء انت بترهقي حالك زياده اللي هو التفكير الزائد بغير محله. خلص هي الفكره انه انت تحسمي الامور صح. كيف فينا نخليهم تفكيرهم ايجابي؟ هي المشكله اللي عندك دائما التفكير، الواحد بيركز على النقطه السيئه مو على النقطه الايجابيه. طيب هلا نحن مثلا كيف يحفز يكون تفكير طيب. هلا اذا انت قلتي له اذا هو الحكيت عن النفس تمام، النفس اللي هو اقل شيء الواحد هو عم يكتسبه بسهوله تمام، اذا انت حفزتي بهي القصه، اذا قلتي له بس انت عملتي مقارنه بسيطه باشياء ناس هي فائدتها هو موجوده عنده تمام. في كثير اشخاص هي لو هي ضليتي طول الوقت معها انه تعطيهم بطريقه ايجابيه هنا بيقولوا لي ما في شيء حلو ما في شيء. طب انت مو عاطيك انت رب العالمين هي الحياه؟ طب هي الحياه لحالها اسمها قيمه لذاتك، يلي هو عباره انت كيف بدك تشغل حالك صح، انت كيف بدك تنجز صح. نحن في عنا كثير اشخاص هي بتبلش نهارها يلي عاش بفوضى انه يلا شو ما بيجي يا محلى. لا، الفكره الاساسيه لا، انت بدك تشتغل على شيء اسمه تحديد، انت حدد. انا دائما بقول هدفك واضح. نحن في عنا ظروف ايه وقت قلنا الامور الصحيه وبالكورونا وصارت عنا خلال 2020 هي صارت عندنا أزمات فرص تمام. في كتير عالم هي هالأزمة هي خلقت لها فرص، فرصة يشوفوا أولادها، فرصة يمكن تشتغل مثلا أونلاين تصير عالمية، فرص كتير تقعد مع حالها. فهي الفكرة أنا ودي أشوف ضعفها ونقاط قوتها بالحياة، ممكن استغلوا الوقت بقراية كتب 100% بممارسة الرياضة أو هواية معينة. خلينا كيف نحن نحكي كيف ممكن نحن نستغل الفرصة، كيف ممكن نحن نكسب الفرصة بحياتنا ونبلش كمان من أول بجديد. كتير من الأشخاص بتروح مثلا الفرص بيندموا بعدين، والله كانت هاي فرصة بحياتي أنا ما قدرت مثلا استغلها ما قدرت بالشكل الصحيح. خلينا نحكي على هذا الموضوع. نحن كلمة الفرصة هلا دائما نحن نقول الفرص ليكن ديروا بالكم، الفرص الحياة هي كم فرصة تمام. وما بتتكرر. لا هلا إذا نحن بنحط هذا المفهوم فأنت عايشة طول الوقت بقلق وخايف الندم راحت علي الفرصة وإجت الفرصة. لا، في عنا نحن الفرص هي بعدد الساعات واللحظات والأيام، وطول ما أنت عايشة في فرص، لأنه أنا في شيء اسمه صناعة الفرصة، أنا اللي بصنع الفرصة تمام. كيف صناعة الفرصة؟ بعد أنا أفكر حقيقة صح، بعد أنا أشتغل طول الوقت على حالي صح، بعد أنا أجتهد صح. في عندي الفرصة اللحظية، الفرصة اللحظية اللي هلأ أنا شفتك هي فرصة تمام، هي بوقتها هي ممكن تنتهي. بعد أنت يكون في عندك أنت قدراني أنت تشوفي أي شخص أخذت الفرصة صح يلي هو عملتي بزنس معه بهي الفرصة، ما كان عندك خوف، كان عندك ثقة بنفسك، أنت عندك عندك إشباع بذاتك 100% أخذتيها الفرصة صح. عندك الفرصة يلي هي المتصلة، هي عبارة عن سلسلة يلي نحن دايما منقول فرص الطلاب يلي هي عبارة عن الثانوية للجامعة لتصل الفرصة. أما الفرصة اللي أنا بدي أشتغل عليها هي أنا تطوير ذاتي بشكل الصح يلي أنا مثلا دايما ما أنا بدي أكتب أهداف، يا جماعة اكتبوا الأهداف المحفزة لكم، لا تقولوا لأنه أنا ما عندي أهداف، ما في حدا ما يكون عنده أهداف.
أهداف محفزية اللي أنا حقيقة هي من أولويات حياتي. أهداف مثلا أنا بدي 2021 أنا في عندي كم مهارة أنا بدي أشتغل عليهم لأن أخذ فرصتي. في ناس مثلا يمكن تقول مثلا عند الأمور الصحية يمكن توقف التدخين، يمكن هي مثلا أمور مثلا لا أنا بدي أعمل اكتسب مهارة أخذ لغة إنجليزية، يمكن بدي أشتغل بقى أنه حاول أضبط أعصابي خاصة ببيئة العمل والتعامل مع الآخرين، ما حدا يزعلني تماما. هي مهارة هي لازم أنا أشتغل عليها، هذا اسمه تطوير الذات، هي هي صناعة الفرصة. لأنك أنت ما تكوني عم تشتغلي على حالك فأنت أكيد حتاخذي الفرصة اللي بدك إياها. إن شاء الله يا رب 2021 يكون حامل للخير والفرص لجميع الناس ويكون أفضل على كل الناس اللي عم يتابعونا. بالختام نشكرك مدربة التنمية البشرية فاتن نظام على وجودك معنا. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيكم وكل عام أنتم بخير. كل عام أنت بألف خير، متشكرة وجودك معنا ومعلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك.